يجب هنا عدم ربما المبالغ. الحصار الدبلوماسي لا ليس هذا. أمس كانت نائبة وزير الخارجية موجودة في تونس. الاتحاد الأوروبي بيان البرلمان الذي هو سقفه أعلى من المؤسسة الرسمية للاتحاد الأوروبي قال لازلنا ندعم تونس. إذن المطالب بإعادة المسار الديمقراطي لا يعني أن تونس تصبح في حالة حصار كامل من شركاء تونس الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أيضا حسب ما قيل أنه الرئيس الدبلوماسية التونسية عثمان الجرندي قال لنائبة وزير الخارجية أن الرئيس سيلقي خطابا أو سيقول كلمة يطمئن فيها شركاء تونس. هل التطمين مقصود به أن الرئيس لن يذهب في إلغاء النظام السياسي وإنه ينتظر الفرصة للعودة إليه؟ هل المقصود به أنه سيقوم بنوع من ربما إعادة فتح البرلمان ضمن شروط أو كما قال ووعد أنه سيتم إجراء حوار وطني؟ على كل حال الأساسي في الموضوع كله أنه لا أحد يرغب في ضغوطات على تونس، ولكن لا أحد من الطبقة السياسية التونسية ومن الجماهير التونسية وحتى من شركاء تونس لا أحد يرغب في تحويل تونس إلى نظام فردي ديكتاتوري. نعم.